كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط تهويدي جديد تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه بشكل سري في مدينة القدس المحتلة، ويتضمن تشييد مبنى بالقرب من المسجد الأقصى على نحو 20% من ساحة حائط البراق في قلب البلدة القديمة. المزيد مع زينة صندوقة. هو المشروع التهويدي رقم 102 بعد 101 كنيسة التي تحيط بالمسجد الأقصى، كنيس القلعة أو جوهرة إسرائيل، ويرتقي لكنيس الخراب ثاني أكبر كنيسة في القدس، ويرتفع ل 23 مترا في فضاء المدينة العتيقة، ويغطي 20% من ساحة البراق التي هي بالأساس حي عربي ووقف إسلامي تحت رعاية أردنية. هناك سيكون لا تطل على الأقصى، ومحتوى الكنيس ووظائف هذا الكنيس هي مختلفة كلية عن أي كنيس آخر. سيكون هناك معروضات، وسيكون هناك خبراء، وستأتي الجمعيات اليهودية التي انضوت وهي جمعيات حكومية على اتحال تحت مسمى جماعة إرث الهيكل الغربي، ستكون موجودة بنفسها وبموظفيها في داخل المبنى لتقدم شروحات تلمودية للسائحين. يراد منه تكوين بنية تحتية وعقلية يعني مؤهلة، بل معبأ تعبئة توراتية تلمودية شديدة التطرف باتجاه القفز مباشرة من هذا المكان الذي يقع قبالة الأقصى إلى الأقصى. 50 مليون شيكل رصدها نتنياهو لهذا المشروع، وتمت المصادقة على جميع مراحله. هو تحول دراماتيكي سخرت له حكومة إسرائيل كل أذرعها وأموالها، وكانت تحضر لبنيته التحتية منذ عام 98 بحفل الأنفاق التي أوصلوها بذات المكان. في المتحف الموجود تحت الأرض في ذات المكان الذي سيقام فيه هذا الكنيس، تشرح مهندسة معمارية أنها تضع أمامنا نموذجين، يعني مجسمات، فتحرق قبة الصخرة وتزيلها من الوجود، ثم تحضر هذا القدس الأقداس تضعه في ذات المكان فيكون بنفس القياسات التي هي عليها قبة الصخرة. الكنيس العملاق هذا وما يقوم به الاحتلال في المدينة العتيقة من سياسة الأمر الواقع، يعني أن إسرائيل حسمت مدينة القدس سلفاً قبل أن تكون على طاولة المفاوضات. الأقصى على بعد خطوة من كارثة القلعة الدموية، قلعة الكنيس التي سيقفزون بها باتجاه الأقصى، سينقضون عليه ويضعون شمعدان بنفس المقاييس مكان هلال قبة الصخرة فوق قدس أقداسهم عندما يبنى الهيكل وينزل مخلصهم من السماء. على بعد خطوة أيها العرب، فإعرابكم عن قلقكم جراء إسرائيل للانتقال بمشروعها الصهيوني من السر إلى العلانية وباسم حكومة الاستيطان أيضا. من القدس المحتلة، زينة صندوق، رؤيا.